بون السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي ندير لكم تحليل تاع اغنيه ديدين كانو ساز اللي كانت بعنوان باد جيم واللي معناها بالعربيه اللعبه السيئه. وفي هذا الفيديو ما غاديش يكون غير تحليل تاع اغنيه ديدين كلاش، غادي يكون ملخص تاع الجيم اللي صرا في الراب دي زاد مؤخرا واللي دار ضجه. ماذا بيك كمل معنا الفيديو حتى النهايه الا بغيت تدعمني طبعا. واذا عجبك الفيديو ما تنساش دير جام ابوني اكتيفي لا كلوش باش يوصلك كل جديد على الراب الجزائري. بلا ما نطول عليكم خوتي، في المقدمه نبدا التحليل، فرجه ممتعه. بون في البدايه تاع الاغنيه ديدين كلاش قال معانا تخدم وليدو جوج تفلح واللي حب الدم صح اليوم بسلاح، معناها معانا تخدم ستادر احنا نعيوك في الراب نخدموك جوز تفلح. الفلاحه كما على بالكم خدمه متعبه، وهنا نكونفيرم المعنى زعما تاع احنا نعيوك في الراب واللي باغي الدم صح اليوم نفعل فيه بسلاح. قالك بلي هادو زعما اللي راهي فيزي فيهم يتخايلوا، ستادير في الواقع ما يديروش بصح يتخايلوا رواحهم انهم يديروا. نخطف العقول ما يفيد سحور تصيبني في ليسباس ندور، هذه يقصد بها زعما مام يحاولوا انهم يحطموه ما غاديش ينجموا يحطموه، ستادير يخطف القلوب تاع الناس ولا العقول تاع الناس، واللي يبغي يحطمه زعما الخدمه تاعها باه يحطمها ما غاديش تفيد. تصيبني في ليسباس ندور، ليسباس هو الفضاء، هنا راهي غونفلي في ليغو تاعه، ستادير هو ما راهش في القمه، راه في الفضاء طلع كاع فوق القمه. راكم فاهمين خاوتي؟ كما على بالكم ديدين كلاش حاليا كاين بزاف دي رابر ضده، قال لهم مام تتحدوا كاع ضدي ما غاديش تنجموا تغلبوني في الراب. بون هذه الشره اللي توسوس منها اليوبي، هنا ديدين كلاش لو كان نجو نحلو قال نعرف الباسي انت يا فان، انت جوكي ماشي سلطان، انت شادي تشهى البنان. بون نقبضوا هذه تاع اللي توسوس منها يوبي تاع انت شادي تشهى البنان، عندها المعنى جاي عميق شويه على شراه ينطق، استادير انت تشهيت هذاك الشيء، راكم فاهمين البنان يقصد به هذاك الشيء، وانت تشهيت هذاك الشيء، راكم فاهمين، وهي بيك اليوبي نورمالمون.